التطورات في القضية الفلسطينية، نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط أو الشرق الأوسط اللندنية في طبعتها الدولية: توتر في يافا وجدار إسرائيلي لمنع أنفاق داعش. تقرير للصحيفة توصف في التوترات التي تشهدها مدينة يافا، فتقول: أوضاعا متوترة على خلفية المواجهات بين الشبان العرب وأفراد الشرطة، واللي تجددت الليلة قبل الماضية بعد مسيرة احتجاجية ضد عنف الشرطة واعتداءاتها المتكررة بحق العرب وما تخللها من الاعتقالات. قال شهود عيان إن الشبان أغلقوا شارع ييفيت الرئيسي في المدينة بالإطارات المشتعلة، وإن قوات الشرطة أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين، واعتقلت عددا من المواطنين من بينهم إمام مسجد البحر في المدينة الشيخ محمد عايش. كما دفعت الشرطة بقوات كبيرة في المواجهات داخل عدد من الأحياء العربية في المدينة، وأغلقت عدد من المقاطع في شارع يفيت لمنع السيارات من الوصول إلى مكان المواجهات. اعتقلت الشرطة شقيق الشاب مهدي السعدي، واللي قتل برصاص أحد أفراد شرطة الاحتلال الأسبوع الماضي. قال والد المرحوم مهدي جمال السعدي إن أفراد الشرطة اعتدوا على ابنه واعتقلوه وشتموا ابنته وزوجته، وأوضح أن التوتر بدأ بعد جدال نشب ما بين أفراد الشرطة وابنه اللي كان بيرتدي قميصا مطبوع عليه صورة شقيقه المرحوم مهدي، فانهال عليه فجأة ومن دون سابق انذار أفراد الشرطة بالضرب المبرح، وشتموا زوجة والابنة ثم اعتقلوه واقتدوه إلى قسم الشرطة. وبسبب ذلك هب عدد من المواطنين محتجين في مظاهرة تلقائية، ولكن أفراد شرطة الاحتلال اعتدوا عليهم بالضرب. يذكر أن أجواء من الغضب والتوتر العارمين تخيم على مدينة يافا منذ السبت الماضي بعد مقتل الشاب السعدي. من ناحية أخرى، كشفت مصادر فلسطينية رفيعة أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيقوم بزيارة احتجاجية مميزة إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله الاثنين للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضافت هذه المصادر أن الملك عبد الله سيحضر بطائرته المروحية، وأن زيارته ستستغرق بضع ساعات، يعود بعدها إلى عمان من دون أن يلتقي مسؤولين إسرائيليين.